السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. من المنتظر أن يتم إغلاق جميع الشواطئ المتواجدة بإقليم فحص أنجرة ابتداء من يوم الأربعاء 26 غشت 2020 وفق قرار صادر عن السلطات المحلية للعمالة، ويندرج قرار الإغلاق ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تفرضها عاملة فحص أنجرة من أجل الحد من انتشار وباء كورونا. للإشارة، فقد ظلت شواطئ فحص أنجرة مفتوحة طيلة الصيف بحكم تواجد العمالة ضمن مناطق التخفيف رقم 1، والتي كانت قبلة للعديد من المصطفين القادمين من مختلف المدن المغربية خاصة من مدينة طنجة. كما علمنا أن السلطات المحلية اليوم قامت بإغلاق عدد من الشواطئ المتواجدة بتراب إقليم شفشاون، ويتعلق الأمر ببعض الشواطئ الصغيرة وغير المحروسة والتي توجد بين جماعتي الجبهة وواد اللواء. نشكركم على حسن المتابعة.